عم جورجينا رودريغيز غاضب منها. Hace 5 años mi vida cambió. من فترة عم بتكون جورجينا رودريغيز حديث الصحافة والجمهور حول العالم، فغير حملها وزيارتها لدبي مؤخرا مع كريستيانو وعائلتهم، أطلقت نتفليكس يوم 27 جانيوري دوكي سيريز جديد تحت عنوان I am Georgina، بيوثق مراحل كثيرة مرت فيها رودريغيز خلال حياتها. Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años. ومثل كل عمل طبيعي يقسم الآراء، وهالشي شفناه على تويتر، فاعتبر البعض أنه هالمسلسل غير نظرتهم للأمور، كما ولفت انتباههم اعتناء جورجينا بنفسها. لكن بالوقت نفسه قال البعض أنه هالعمل ما بيظهر إلا حياة اللكشري والثراء اللي بتعيشها، بالرغم أنه عدد من المشاهدين شافوا أنه هالأمر مثير للاهتمام. والملفت كان تغريدة اعتبرت أنه هالمسلسل هو أفضل بكثير من رياليتي شو الكارداشيانز، واللي حضر هالعمل بيعرف انه نقطة التحول بحياة جورجينا كانت عملها كبائعة في محل جوتشي اللي تعرفت فيه على كريستيانو، وهالأمر أثار موجة من الميمز. وهالمسلسل عم يتصدر حديث الكل بعدد من الستيتمنتس اللي بيتضمنها، أبرزها تصريح رونالدو بأنه متأكد بنسبة 1000% بأنه رح يتزوج جورجينا، وأنه هالشي ممكن يصير خلال شهر. أما تصريحات جورجينا عن فترة الفقر اللي عاشتها قبل رونالدو أثارت موجة من الغضب في عائلتها، خاصة عمها اللي أعلن أنه كان يعتني فيها خلال فترة سجن والدها، وأنها أدارت ظهرها ونسيتهم بعد ما تعرفت على كريستيانو. Muchos conocen mi nombre. Pocos saben quién soy.